يوم من الأيام كان هناك ولدان. الأصغر قال لوالده: عندي مصارية. ما أنا أعطيتك مصروفك. أنا ما قصدي هيك، قصدي بس تموت رح نورثك أنا وأخوي، فبدي ولفتي من هلا. فحزن الأب وفكر بأن ابنه لا يريده بل يريد أمواله، ولكن حزن عليه فقال له: ماشي يا ابني رح أعطيك. في يوم من الأيام ذهب الابن الأصغر لوالده وقال له: أنا رح أروح أمشي، ما بدي أعيش بهذه البيت. ما تروح، احنا منحبك، مش انت اخذت ورثتك؟ بابا انا بدي اروح اسافر واستعمل مصارية عايش فيه. فحزن الاب لما سمع هذا الكلام، فسافر الابن الاصغر الى مكان بعيد. ولما وجدوه ناس سيئين تظاهروا بانهم اصدقائه، وكان يصرف امواله عليهم باشياء سيئة، ونسي اباه واخاه وحياتهم الجميلة. ولما خلصت فلوسه طلب منهم الحوت، فقالوا له: لا احنا بس كنا مصاحبينك عشان مصاريف وهلأ ما رح نمشي. ذهب الابن الاصغر عند رجل وطلب منه ان يشغله عنده، فاشتغل راعي خنازير، والرائحة كريهة جدا وهم يأكلون القمامة، وهو يشتهي ان يأكل لانه جوعان ولكن لا يستطيع ان يأكل القمامة، فصار يبكي وقال: أنا إيش عملت بحالي؟ بابا عنده شغالين كتار وباكتوا أكل حلو بيزيد عندهم. قرر أن يرجع لوالده ويقول له: أبي إني خطئت إلى السماء وإليه، ولا أستحق أن أدعى لك ابنا، هل من الممكن أن أشتغل خادما عندك؟ فرجع إلى أبيه وهو حافيا وملابسه ممزقة، وكان خجولا أن يراه والده بهذا الحال، وأيضا قد بذل أمواله بأعمال سيئة. كان والده ينتظره، وعندما رآه خرج من المنزل راكضا ليراه. أنا غلطت لرمنا وإلك، وأنا ما بستحق أكون ابنك، تشغلني خادم عندك؟ قبل أن يقول له شغلني خادم عندك عانقه أباه بعنف: يلا لبسوا أجمل الملابس والأحذية عندك، ولبسوا خاتمي، وادبحوا الحجر اللي كنا دايما نكبره، وتقولوا لي يلا نذبحه، وقولكم لا لازم نستنى. فاحتفلوا وفرحوا، واتى الابن الاكبر ورأى ما يحدث، فسأل احد الخدم: شو اللي عم بيصير؟ اجاب الخادم: انت معرفتش؟ ده اخوك الصغير رجع، وباباك فرحان بي قوي، وقاللنا نذبح العجل وعمل وليمة كبيرة. أنا ما رح أدخل هذا الفرح. يلا أدخل يا أبني، أخوك رجع لازم نفرح فيه. أنا زعلان منك، أنا طول حياتي بخدمك وأنت ولا ملك لي مثل هاي الحفلة، وأخوي اللي بدر أمواله وتركك وعملت له هاي الحفلة. أنا معايا طول الوقت وحاجاتي كلها بتاعتك، لكن أخوك كان ميت وعاش وكان ضايع. طيب يا صحابي، إيش قصد ربنا يسوع بهاي القصة؟ ربنا يسوع حب يعلمنا إنه هو دايماً بيستنانا وبيفرح كتير لما حدا فينا بيرجع له. ربنا يسوع ما بيحب الأشياء المو منيحة، بس بيحب الناس المو منيحة اللي بترجع وبتتوب وبتقدر ترجع تتناول وتلبس الملابس الحلوة. وافتكروا دايماً إنه يسوع دايماً بيقول: إن ابني كان ميتاً فعاش، وكان ضالاً فوجد.